رجعنا على بيوتنا لقينا اغلب البيوت مفلشه، رجعنا على بساتيننا لقينا اغلب البساتين وارينها مرشات حارقينها. طبعا احنا فتره داعش نزحنا، غريت نزحت، المنطقه كلها نزحت، كان علينا ضغط من قبل داعش. واثناء تحرير القوات الامنيه من داعش احنا نزحنا للمخيم، مخيم حسن شامي. بالمناسبه شفنا معاناه، يعني ما صدقنا يصير بيها مجال نرجع القرانه. لمن ما وصلنا المخيم احنا بالمعاناه، وبعدين من وصلنا المخيم ما شفنا شيء يريح، ما شفنا شيء يريح، هم شفنا معاناه وشفنا تعب، فكنا نتوسط ان مناطقنا يصير بيها مجال نرجع عليها. نتوسط ان مناطقنا يصير بيها مجال، ورجعنا الحمد لله، لان المخيم مو مال قعده، حقيقه مو مال قعده. نفسيتك ما ترتاح، لان انت مهجر قاعد لك بخيمه، ما تعرف بهي ساعه الخيمه تور على راسك. ما تعرف بهي ساعه يجيك واحد عدو، هذا كذا هذا كذا، لان احنا شفنا معاناه قلت لك، وصارت ناس دخلت بيها ما تخاف الله سبحانه وتعالى، والمنظمات كانت تجينا جزاهم الله خير، بس بنفس الوقت احنا ما شفنا شيء يريحنا، واحنا ما شفنا شيء يرجع البسمه لنا الى ان رجعنا. يلا رجعت البسمه، رجعنا الحمد لله، رجعت الوضعيه مثل قبل، استصلحنا اراضينا للزراعه، عنده بيت مفلش عمره، ورجع التواصل بين المجتمع، والحمد لله خلصنا من هذا المعاناة كلها. فإحنا ننصح أي واحد نازح وما يقبل يرجع على منطقته، لا خلوه يرجع، إذا عنده عمل يرجع على عمله، عنده أرض زراعية يرجع يستصلح أرضه. فأفضل من الاستقرار بمنطقتك ماكو. يعني هاي كنصيحة أني أوجهها للأخوة النازحين، ما لها داعي يظل نازح، على يا أساس يظل نازح؟ يرجع لمنطقته، خلوه يرجع يستصلح أرضه، يرجع على حلاله، يرجع على بيته، يرجع على قاعه.